عاجل أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية أنه اعترض صاروخا باليستيا بجنوب مدينة الرياض كما نرى، حيث سمع دوي انفجار ضخم بجنوب مدينة الرياض، تصاعد الدخان بعد سماع هذا الانفجار. وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية، ميليشيا الحوثي أعلنت أنها أطلقت صاروخا باتجاه قصر اليمامة وهو المقر الملكي الرسمي. الجيش اليمني النهاردة كان أحبط تسلل لعناصر من ميليشيات الحوثي باستخدام درجات نارية مفخخة على أطراف مديرية الخوخة بجبهة الساحل الغربي، وهذا